بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد المدير المحترم، أسرة الفقيد المحترمة، سيدات والسادة الأساتذة، صديقات والأصدقاء، الطالبات والطلبة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا. في البداية أقدم جداول الشكر وأزهار الامتنان للمدرسة العليا للأساتذة بمكناس ولتنسيقية شبكة المقاهي الثقافية بمكناس بمناسبة تنظيم هذا الحفل التكويني للراحل دكتور بن عيسى أبو حمادة. باسم طلبة الفقيد القدامى تقدم بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة لأسرة الفقيد ولكل طاقم المدرسة العليا التربوي والإداري ولكافة أصدقائه وطلبته، راجين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. أيها الحضور الكريم، نلتقي اليوم في هذا الحفل المهيب لنؤبن فقيدنا بن عيسى بقلوب خاشعة وأسى عميق وإيمان بقضاء الله وقدره. نسأل الله أن يرزقنا وأسرته الصغيرة والكبيرة الصبر الجميل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نودع الفقيد العزيز بن عيسى فقيد الدراسات النقدية والترجمة والعلوم الإنسانية، مستحضرين روحه الطاهرة ومسيرته العلمية القمينة بإبقائه حاضرا بيننا أبدا وتأبيدا. لقد ترك الفقيد علما نافعا وصدقة جارية تتمثل في أعماله ومؤلفاته العلمية التي ستخلده بأفضاله المعرفية وشمائله الإنسانية الفريدة. أيها الحضور الكريم، لقد ساقنا القدر لأن ندرس على يد الفقيد بهذه المدرسة العليا بداية تسعينات القرن لحولين كاملين بمعية أساتذة آخرين، ومعه كان لدرس الأدب الحديث معنى يجدر بنا ركوب مغامرة تحليله وتذوق أثره، ومن خلاله تعلمنا كيف نفتح مسارب البنيوية الشكلانية والبنيوية التكوينية ومناهج أخرى ونجاهب رعب اللغة، كما تعلمنا منه الإحساس بالجمال ومنهج مقاربة هذا الجمال. ونحن مدينون للفقيد بكل ذلك وأكثر، وستظل ذاكرتنا تحفظ له أنه كان معلما متواضعا مخلصا متفانيا منصتا ومحاورا ومناقشا قنوعا بالظل الذي اختاره بعيدا عن الأضواء الكاشفة المصطنعة. وكان رحمة الله عليه حين يحاضر بلباقة وتواضع، متمكنا من ناصية المعرفة الموسوعية على نحو مريح ومبهر، حتى أنه كان يتحدث لساعات طوال دون أن يعرج على ورقة ليستذكر تاريخا أو علما أو ما شابه. كان في طليعة الباحثين والنقاد المجددين بفكره النابض الرافض لكل القيود والحدود، فلا غرو أن تكون مقولته الشهيرة التي كان يرددها بيننا دائما: الجديد يربك. من هنا بحثه الدائم عن الخوض في جزئيات أدبية لم يجري تطرق إليها من ذي قبل، وولعه باستكشاف ثقافات بعيدة لا تخلو من عنصر الجدة، سواء في إفريقيا أو آسيا أو أمريكا أو غيرها.
واهتمامه بالبحث في أشكال تعبيرية أخرى كالسينما مثلا وغيرها. كان الراحل كثير السفر والارتحال في أرض الله ومراهقة ثقافاتها، إذ لم يقتصر في ذلك على إفريقيا والشرق الأوسط، بل ما ينفتح على ثقافات وآداب إفريقيا وأوروبا الشرقية والقارة الهندية وبلاد العمصام وغيرها من الأقطار والأمصار. لقد كان جوابا كل البقاع، محركه في ذلك شغفه بمكون الشعرية، وكان نهمه إلى معرفة البشر وأشكال تعبيراتهم وإبداعاتهم في رحلاته وأسفاره لا يرتوي. وهو غالبا ما يوثق ذلك بعين الأنثروبولوجي وبصيرة الناقد، دون أن ننسى آلة تصويره التي كانت تصحبه في كل رحلة. أيها الحضور الكريم، تذكر الفقيد هذه المؤسسة، هذه المدرسة العليا للأساتذة وفرعها المركز التربوي الجهوي بالبرج، وهي تشهد على أداء عمله الدؤوب بها لسنوات طويلة، إذ يعد ممن أطروا وأشرفوا على تكوين أجيال متلاحقة من المدرسين المغاربة بها. كما تذكره مؤسسات أخرى كمؤسسات التعليم الثانوي التي درس بها سابقا، وكذا جامعة الأخوين. تذكره كل هذه المؤسسات أستاذا ومدرسا وباحثا ومحاضرا وناقدا ومترجما ومساهما في كل مجالاتها التربوية والعلمية والثقافية خلال مسيرته التي امتدت لعقود، حيث حرص فيها على إنتاجه الغزير. للفقيد حضور خاص بيننا في مدينة مكناس، بل وفي كل مدن المغرب والعالم العربي ومدن العالم. لذلك نستحضر إبداعيا وإنسانيا علاقاته بالأدباء والفنانين هنا وهناك، ونذكر أيضا حضوره ومشاركته الوازنة في أنشطة الإبداع والثقافة، سواء في مدن المغرب البعيدة كجرسيف أو ورزازات، أو في مدنه الصغيرة الهامشية كتيفلت، أو خارج أرض الوطن. تذكره هذه العوالم وهو معتبر قبعته الشهيرة وحامل حقيبة الذراع الملازمة له، ونذكر صوته الهادئة الخافتة خفوتا يغشاه الوقار والتواضع والعلم. أيها الحضور الكريم، لقد شق الفقيد مسيرته العلمية بصبر وأنات وتواصل لم ينقطع من أول مؤلف له إلى آخر كتاب أصدر. ناهيكم عن مخطوطاته التي تكلم عنها الأستاذ الجليل سعلان الحجام. اترك الفقيد مجموعة من المؤلفات العلمية لا تسع المناسبة لتعدادها، سواء تلك التي ألفها أو تلك التي أشرف عليها أو تلك التي ساهم فيها، وهي كثيرة، وكل مؤلفاته أصبحت مرجعاً لا غنى عنها في بابها في المكتبة العربية على الأقل، كما خلف عشرات المقالات والمحاضرات طيلة عقود. نرجو صادقين أن يتم جمعها ونشرها في كتب كما مخطوطاته التي خلفها. أيها الحضور الكريم، نحن هنا لأن أستاذنا ابن عيسى ليس هنا، وهو يتربع مع ذلك عرش أرواحنا، أديبا وناقدا متفردا وإنسانا طاعنا في إنسانيته. لذلك اشضر بنا أن ننوه بالإنسان فيه، حيث خلق الصدق والتواضع والوفاء والأناقة والهدوء والابتسامة وروح النكثة الثقافية التي تكلم عنها الشاعر أستاذي الحجان. وكأني بالفقيد كان شاعرا بما تعنيه كلمة الشعر من جمال ومغامرة وإصرار على اختراق الآفاق. كان يتلبسه الشعر في الحياة وإن طلقه كتابة منذ الأزل، إذ المعروف أنه بدأ مساره الأدبي شاعرا، فنشر اثنتين بجريدة الألم بتحفيز من صديقه الدكتور الحجان. ولعل كتابة الشعر لديه
كان استجابة لنبضه الخفي لأنه كان أميل إلى الصمت والعزلة واستبطان الأشياء. ثم حصل أن تردت شخصيته وتقوت من خلال قراءاته النوعية في سن مبكرة لأمهات الكتب الخالدة، وكذا عبر إدمانه مشاهدة الأشرطة السينمائية الميثولوجية الإيطالية والهوليودية. لكن سرعان ما يمم الفقيد وجهته صوب ممارسة النقد والترجمة، وقد كان له الدور الكبير في إغناء النقد المغربي والعربي وتطويرهما بإنتاجاته ومساهماته الرصينة، فضلاً عن ترجماته للشعر العالمي ودراساته لشعراء كبار والشباب مغاربة وعرب، حيث تكشف مقارباته لهنا التفاعل المرن مع المرجعيات النقدية الغربية للحفر في القصيدة العربية المعاصرة، تبعاً لانشغاله الأكاديمي. فبعد رحلته في دروب النقد العربي القديم تحول إلى النقد العربي الحديث مع طه حسين وميخائيل نعيمة وشوقي ضيف ومحمد مندور. وسينفتح أيضا على الشاعر المفكر الإسباني ميغيل دو أونامانو والرومبارد وغيرهما مبكرا، مما سيشكل انعطافة هامة في مساره القرائي والنقدي، ليتوهج معجمه النقدي. وهنا لا بد أن نقف عند هذا المعجم الذي لم أجد له شبيها ولو بنسبة مئوية قليلة، معجمه النقدي خاص به فقط لوحده. ليتوهج معجمه النقدي ولغات حواريته للنص الشعري واجتراحات خطابه النقدي، مؤطرا اختياره النقدي بالمزاوجة المرنة المتسامحة بين أساسيات المنهج، سواء كان بنيويا شكلانيا أو بنيويا تكوينيا أو نظرية دالية أو في تعاطيه الحر المنصت والمنفتح مع هذا النص أو ذاك. ما يميز كتابات الفقيد النقدية كونها تصدر غالبا عن هندسة قرائية ضمن مشروع نقدي يراهن على التربص بأسئلته حول الكتابة، التمثل، الذات، العالم، الموت، المجهول، الإمكان، الاستحالة، ويتوسل في ذلك بنصوص ومتون شعرية على درجة عالية من الجمال والغنى والجسارة الرؤياوية، مقاربا تخومها ومضايقها العصية. كما أن كتاباته النقدية تحاور أحيانا المتون الروائية أو القصصية مثل أعمال نجيب محفوظ ومحمد برادة وأحمد المديني والميلودي شغموم وميرال الطحاوي وغيرهم، وهو في كل ذلك مجدد وحداثي في اجتراحاته ورؤياه وأسئلته. ويحق لنا في هذه الالتفاتة التبيينية الاعتراف بجهود الفقيد النوعية في إثراء النقد المغربي والعربي الحديث تنظيرا وتطبيقا، وإخراجهما من ضيق التقليد والاتباع إلى آفاق التجديد والإبداع الموسعين. كان رحمة الله عليه أحد أبرز المشتغلين المتميزين بالترجمة الأدبية في المغرب، واسمه حاضر بقوة في العالم العربي. شاغله الثقافي ينصب في الترجمة الأدبية، ترجمة الشعر أو الدراسات المتصلة به تحديدا، خصوصا الشعر الأوروبي وأيضا شعر أوروبا الشرقية، إضافة إلى أعمال أخرى عديدة في حقل الرواية والسيميولوجيا والسينما والتاريخ والسوسيولوجيا والسياسة. أيها الحضور الكريم، صراحة الحزن كبير على فقدان أستاذنا الكبير ومحاضرنا اللامع وكاتبنا البارع وناقدنا الحصيف ومترجمنا الوازن بن عيسى بوحمالة، الذي احتل مكان الصدارة في عصره وبين أنداله، ونال عن جدارة واستحقاق لقب الناقد أو الكاتب الموسوعي، لكن لله ما أعطى وله ما أخذ. هذه الكلمة ارتأيت من واجب العساء تدبيجها تقديرا لروح الفقيد الكبير دكتور بن عيسى بوحمالة، بعد أن تتلمذت على يديه وعايشته ورافقته شخصيا في العديد من الأنشطة الإبداعية والثقافية في ربوع هذا الوطن، وهو ما عمق معرفتي به وبأخلاقه النبيلة وعلمه الجم، وهو ما دفعني أكثر إلى إكبار شخصيته الفارقة في تاريخ الأدب والنقد المغربي الحديث والمعاصر. غفر الله له
ورحمه برحمته الواسعة وعزاء الأدب العربي الحديث والترجمة في وفاته وعزاء النقد العربي في فقده وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا حضورنا الكريم أو عفوا شهادة أخرى للدكتور عبد السلام الفزازي وهي شهادة صوتية وبسبب ضيق الوقت سيتعذر علينا سماعها لكنها ستقدم كشهادة مكتوبة لعائلة الفقيد. أمرر الكلمة لابني الفقيد زكريا بوحمالة فليتفضل. مشكور.